ما حكم من رأى منكرا أو شيء يكرهه ولا يقوم بتغييره، هل يحاسب على عدم نصحه؟ إن كان يقدر على إنكار المنكر يحاسب إذا تركه، وإذا كان لا يقدر على إنكار المنكر لا بيده ولا بلسانه فينكره بقلبه ويكره هذا المنكر ويكره صاحبه ويبتعد عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا بد من إنكار المنكر، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، لا بد. نعم.